انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية يرافقها نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة، تنفيذا لأعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل هذا القطاع للتخفيف من جراح وآلام السكان هناك. ده بيأتي استمرارا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالي القطاع، وده تأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة. استمرارا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالي القطاع، وتأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية يرافقها نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وآلام السكان. تمنح تلك المساعدات قدراً ضئيلاً من الأمل لأهالي القطاع جراء استمرار الحرب داخل القطاع.